يعني دي كانت اخبارنا النهارده. قبل ما اختم كلامي نروح لحديث الساعه والقرعه طبعا اللي هيتم غدا لربع نهائي دوري ابطال افريقيا. عايزين بقى نعرف ايه توقعاتكم للقرعه. والله انا اتمنى تكون التوقعات، يعني هي طبعا المواجهات كلها صعبه يا كابتن اسامه، يعني الترجي التونسي الرجاء الوداد، ولكن انا عجبني جدا كلمه قالها كولر في المؤتمر الصحفي، احنا الاهلي. يعني ايا كان المنافس، انت عايز تلعب على البطوله وعايز تلعب على اللقب، ايا كان المنافس هتلعب، لكن طبعا كل المنافسين عاملين حساب ليك كويس جدا بعد ما اقصيت الهلال وتاهلت من الدور المجموعات الى الدور الربع النهائي، ولكن لما نشوف. طب ما تخلينا نعمل قرعه على الهوا دلوقتي، واحنا على الهوا دلوقتي نعمل قرعه كده ما بيني وبين زميلي محمد سعيد ونشوف. انا خايف ايدي، خايف ايدي بس تطلع تقيله شويه. يعني طبعا اتمنى الموضوع ما يتكررش تاني. دي قرعه وديه النهارده. اه بالظبط، فاحنا كده بنعمل بس تجريبي. طيب يعني نشوف. طيب لسه بقول للكابتن اسامه مش عايز اكرر قرعه الموسم الماضي، ولكن القرعه برضو تكررت للمره الثانيه. الرجاء الرياضي المغربي في مواجهه الاهلي في مباراه دور الثمانيه. مش عارف ليه كل توقعات الجماهير رايحه في فكره ان الاهلي ممكن يواجه الرجاء. خلي بالك الثلاث فرق، ثلاث فرق كبار، سواء الترجي سواء الرجاء سواء الوداد، فرق كبيره في افريقيا ليها تاريخ، فرق تمرست، فرق اخذت البطوله قبل كده. فالثلاث مواجهات، ثلاث مواجهات صعبه. نتمنى وقتها التوفيق طبعا للنادي الاهلي، وزي ما كولر قال دايما وانت بطل انت بتدور على نفسك، ما بتدورش على المنافسين، على قد انت استعديت ازاي، بتلعب ازاي، اسلوبك ازاي، هو ده المهم. السنه اللي فاتت انا توقعت الرجاء، عشان اسحب انا كمان برضه. ماشي، السنه اللي فاتت انا توقعت الرجاء وجات الرجاء. طيب ماشي، اسحب انا ونشوف كده. زميلي محمد سعيد سحب الرجاء. هنكرر نفس الموضوع ده يا جماعه في الفقرات اللي جايه. بسم الله برضو زي زميلي محمد سعيد الرجاء المغربي. طيب لما نشوف بكره بقى. ده النهارده بس، لسه بكره هيكون في كلام تاني. طيب عموما يا هلا، احنا بنشكرك بالتاكيد على فقره الاخبار والاخبار المميزه اللي كانت معاكي، ودايما موفقه ومتعلقه على طول. انا بشكركم جدا اكيد، وايا كان الفريق اللي هيواجهوا النادي الاهلي عندنا اكيد ثقه كبيره جدا فيهم، ان شاء الله كالعاده هيكونوا على قدر كبير من المسؤوليه. وكنت سعيده جدا وانا معاكم النهارده. واحنا بنشكرك شكرا جزيلا. نروح لفاصل سريع.